بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تمر دولة الإمارات اليوم بموجة طقس عنيفة، حيث تمر بمنخفض جوي يترافق بالسحب الركامية المنخفضة. وسقوط أمطار خفيفة أدت إلى جريان الأودية والشعاب وسقوط الأمطار الغزيرة المصحوبة بالبرد في بعض المناطق مثل مليحة في المنطقة الوسطى للشارقة على منطقة الزفرة غرب أبو ظبي ورأس الخيمة والفجيرة أيضا، حيث تشهد طقس غائم جزئي بوجه عام مع ظهور السحب المنخفضة والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة وتنشط أحيانا حيث تصل سرعتها إلى 45 كم في الساعة. مع تشكل الضباب على بعض المناطق والطرق السريعة، العاصفة تكون محملة بالسحب والصواعق الرعدية والبرد والبرق، ومن المتوقع أن تزيد الحالة المطرة خلال الأيام المقبلة نتيجة تشكل العاصفة المحلية.